الجو بدا يبقى لطيف الحمد لله، في تحسن ملحوظ في درجات الحراره في المساء بالليل اوقات الصباح الاولى، يمكن ده من خلال متابعتنا، لكن هيئه الارصاد الجويه يمكن الشروق ليها يعني بيان تفصيلي وتوضيحي للاحوال الجويه. صحيح، يعني احنا فعلا كنا شاهدنا بقى ان درجه الحراره بدات تبقى لطيفه والجو كويس وكده، فاحنا بنامل بقى ان احنا نستمر في الجو الحلو اللطيف ان شاء الله. ما احنا دخلنا تقريبا بقى في فصل خلاص بقى المفروض يعني، بس احنا لو تاخد بالك السنه اللي فاتت برضو يعني الصيف طول معانا شويه، يعني قعدنا شويه مستنيينه، فاعتقد يا رب السنه دي ما يطولش كفايه كده قوي. طيب نشوف بقى تتوقع دكتور محمود شاهين ممكن يعرفنا بشكل اكبر على التفاصيل. صباح الخير دكتور محمود. طبعا لحضراتكم اهلا بيكم ومرحبا. نتعرف بقى من حضرتك بشكل اكثر تفصيلا على حاله الطقس النهارده والثلاث ايام اللي جايين ان شاء الله. هو ان شاء الله النهارده الاجواء هتبقى شبه كبير من امبارح، يعني الاجواء مستقره بشكل كبير، درجات الحراره بالفعل حول المعدل الطبيعي بالنسبه لهذا التوقيت من العام. طقس خريفي وممتع على كافه محافظات الجمهوريه، بيمتد فعلا الاعتدال والطقس الخريفي الى محافظات جنوب الصعيد كمان، بتشمل كافه محافظات الجمهوريه. فاحنا بالفعل بنشوف طقس معتدل على سواحلنا الشماليه بدرجات حراره تتراوح ما بين 27 و28 درجه. ايضا القاهره ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد الطقس بيكون بيميل للحراره شويه خلال ساعات النهار وقت الظهيره، ولكن بدرجات حراره تتراوح من 30 ل 31 درجه فقط، وطبعا اجواء ممتعه جدا. ايضا جنوب البلاد عندنا الاقصر اسوان الوادي الجديد جنوب الصعيد وجنوب سيناء تتراوح فيها درجات الحراره ما بين 34 و35 درجه مئويه، فطبعا خلال فترات النهار. زي ما حضرتك ما ذكرت فترات الليل بالفعل خاصة الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح بيكون في نسمات من البرودة شوية، الطقس بالفعل لطيف في أول الليل وبيميل للبرودة في ساعات الليل المتأخرة والساعات الأولى من الصباح. الفترة دي نحاول بقدر الإمكان نقفل بقى المراوح، ما نشغلش خفيفات، لأن طبعا مع انخفاض درجة الحرارة اللي بتوصل ل 19 و20 درجة مئوية في ساعات الليل المتأخرة ممكن طبعا نصاب بنزلات برد او في مروحه او تكييف شغال. تمام، يعني هنشكر حضرتك طبعا على هذا البيان بدرجات الحراره او يعني التوقعات اللي هتبقى موجوده معانا بالنسبه لدرجات الحراره، جزيل الشكر لحضرتك مره تانية. هنروح مع حضراتكم لبيان بدرجات الحراره المتوقعه باذن الله.